طريقة الدراسة في مدينة زويل والكورسات اللي بناخدها خلت قبولي في التدريب ده أسهل بكتير. وكمان لما بدأت أشتغل هناك كان عندي بيزكس ومعلومات أنا عارفاها ممكن ما بتدرسش في جامعات تانية، وده فرق معايا جدا في الفترة اللي اشتغلت فيها. وكان دايما يعني بيمدحوا في ان البيزكس دي احنا بناخدها واحنا لسه طلبه في الجامعه، ما تخرجناش وما عملناش ماجستير مثلا. طبعا وجودي في الجامعه او مجتمع الجامعه بيسهل جدا وبيفتح فكره انه الواحد بجنب الدراسه بيدخل مسابقات كتير وبيقدر يتعرض لتجارب كتير، بالذات في اول كام سنه يعني قبل ما ندخل يعني نتخصص اكتر في الميجر والدراسه تزيد اكتر. يعني كان عندنا فرصه كبيره ان احنا نحتك بمسابقات كتير. اشتركت في كذا مسابقه حاجات تكنيكال ونون تكنيكال زي ناسا سبيس ابس كايرو او جرينش. وطبعا كل ده ممكن احيان كتير ما بيبقاش بيفرق في التخصص اللي هتخصص فيه بعد كده، بس بيفرق معايا كسكيلز سواء في شخصيتي او في التعامل بعد كده في الشغل. طالب الهندسه في مدينه زويل بيختلف كتير عن طالب الهندسه في اي جامعه تانية، انه اول حاجه بيكون التعليم اللي بياخده مش بس بيكون نظري، بيكون جزء كبير منه عملي. ممكن ده بسبب العدد، ممكن بسبب الاهتمام الاكتر بكتير من الجامعات التانية. بيكون عندنا فرصه ان كل واحد يجرب كل حاجه بنفسه، وكل حاجه بيدرسها او اغلب الحاجات اللي بندرسها بنقدر نطبقها بشكل عملي سواء على اجهزه او على سوفت ويرز او برامج. فده بيفرق جدا بعد كده لما نشتغل في الخبره ان احنا بنبقى اتعاملنا مع الحاجات دي من واحنا لسه في الجامعه. بجد يا أروى ربنا يبارك لك يا حبيبتي ويوفقك ويفتحها في وشك وينجح لك المقاصد، ونشوفك كده يعني عالمة قد الدنيا في مجالك. تخصص النانو الحقيقة تخصص مهم جدا ومطلوب جدا في سوق العمل سواء في مصر او حتى على مستوى العالم، يا ريت انه يعني ولادنا يشوفوا. انا عرفت كمان امبارح يا ايمان ان في نسبه كبيره جدا من ولادنا بيقدموا في النانو تكنولوجي او عموما التكنولوجيا. يا رب يطلع عندنا عشرينات احمد زويل ويطلع عندنا مخترعين، وهو ده فعلا زي ما ايمان بتقول، والدوله دايما بتتوجه لده انه سوق العمل محتاج ده. فانا حاسه ان في ده نتيجه التوعيه. انا اشعر بالفخر والله العظيم بولادنا الصغيرين اللي لسه اجيال شابه، والكبار اللي خرجوا بره مصر ورجعوا مصر فادونا واسمهم محفور ومطبوع في محافل عالميه دلوقتي يا جماعه في مجالات كتيره هندسيه وطبيه وتكنولوجيه وفضائيه. فمش عاوزه اقول حتى اسمه وننسى اسمه. فانا طول عمرها مصر بالكلمه اللي هي كلنا بنكررها واحنا مش فاهمينها، مصر ولاده الحمد لله من الاف السنين لحد النهارده. الحمد لله. الابداع والفكر والحضاره والثقافه والاصرار والاراده ده جزء من الجينات المصريه، جزء من ملامح الشخصيه المصريه ابا عن جد من ايام جدودنا. عشان كده تبص تلاقي ولادنا حتى لما يطلعوا بره مصر لو اخذوا ربع فرصه مش فرصه كامله حتى بيتميزوا وبيلمعوا بيتفوقوا على غيرهم اللي ممكن يكونوا واخدين كل الفرص وكل الدعم من الدول بتاعتهم، بس في الاخر هم يعني طبعا ربنا يوفق الكل، بس ولادنا المصريين كبار وصغيرين واللي لسه داخلين واللي لسه عندهم طموحات للي جاي لا يقدروا يحققوا كتير جدا جدا. عارفين الفرق ايه؟ قبل كده كان مثلا زي الدكتور احمد زويل كان بيطلع بره فبينور بره. أيوة. دلوقتي الدوله بتساعدك. أيوة. يعني عندك كل المقاييس، الكليات المجهزه، المعامل، الجامعات الجديده يعني الاهليه، فعندك متاح وهيبقى سوق العمل عايز، لان احنا عندنا بقى المشاريع ما شاء الله. يعني بص انا عندي قناعه بصراحه ان اللي عنده اراده ومثابرة وعاوز يبذل مجهود وربنا كمل له كل ده بمشيئته وإرادته بينجح. عندك النهاردة فخر العرب مو صلاح. مو صلاح معلش من غير أي دعم هو بنى نفسه واشتغل على نفسه وخرج، ما حدش ساعده ولا كان عنده واسطة ولا حد راح خده وداه لندن أو إنجلترا عشان خاطر يبقى مو صلاح. هو اجتهد وربنا كمان أذن له، فانت اجتهد وسيب الباقي على ربنا. صحيح، ونعمه بالله. ودايما بنقول وبنفضل نسمعها لاولادنا لكل مجتهد نصيب، والحاجه الحلوه لازم بتيجي بتعب وبمجهود، وكل ما التعب كان اكتر بتيجي الحاجه احلى. فعلى قد المجهود دايما بتكون الثمره، ومش بكتر الكلام. يعني الزهور بتفتح بالمطر مش بالرعد. يعني خلي ولادنا يبطلوا، الولاد بيبقى يقعدوا بيتكلموا كتير كتير وانا هعمل وهساوي بتاع. كويس، انت النهارده واقف على ارض شكلها ايه؟ عملت ايه عشان تحقق اللي انت عمال بتتكلم عنه؟ خد خطوه
في هدوء كده وخطوه بتجيب خطوه. المهم تبقى الخطوه ثابته، وربنا يوفق يا رب ولادنا كلهم. انا عايزه اقول ان انا كمان اشعر بالفخر. انت كمان تشعر بالفخر؟ انا كمان اشعر بالفخر لانه حبايبنا اللي بيشوفونا يتغير خلاص. انا لا فخوره كمان بحاجه ثانيه يا منى، انه اولادنا اللي حبايبنا اللي بيشوفونا وجمهورنا اللي بيتابعنا على صفحه البرنامج ولادنا طبعا بيشوفنا. وشبابنا واولادنا وبناتنا واسر المصريه والمجتمع المصري كله.